قبل 13.8 بليون عام مضى، لم يكن شيء، ظلام حالك، لا صوت، لا زمان، ولا مكان، ولا موجودات، ولا مخلوقات، فقط لا شيء. وفجأة بدأ التاريخ منذ أن سمع صوت الحق، وبدأ البيج بانج، الانفجار العظيم. كون هذا الانفجار كل شيء في الوجود، الكواكب، المجرات، الأراضي، كل شيء نراه، النجوم، الشموس، وبدأ ما يسمى باسم الحياة. وهذا الانفجار الذي حدث هو مثل أن ترمي حجرة في منتصف النهر فتخرج فقاعة خارجها، وهذا هو ما نسميه باسم الطاقة المظلمة. هو امتداد وتوسيع في الكون نتيجة هذا الانفجار الذي كون هذا التوسع، والذي يستمر في التوسيع نتيجة ذلك الانفجار إلى يومنا هذا. ولكن تذكروا جيدا موضوع الطاقة المظلمة، لأنني سأعود إليه مرة أخرى. وعندما كان كوكب الأرض ينعم بسلام وكل الكواكب الأخرى متواجدة حوله، فجأة سمع صوت قادم من بعيد، صوت لا يبشر بالخير، قادم ينوي الحرب والهجوم. إنه كوكب ثيا، آتي بسرعة لا توصف، وكان هدفه الأول أن يستهدف كوكب الأرض ليرتطم بها كليا. وبعد أن ارتطم كوكب ثيا بالأرض، انبثق من الأرض شيء نراه في كل ليلة، إنه القمر. فالقمر خرج من الأرض نتيجة اصطدام كوكب ثيا بالأرض. وهذا كان قبل 4.8 بليون عام مضى. وعندها ظهر شيء غريب، شيء لم يكن في الحسبان، شيء لم يكن قبل الانفجار العظيم. إنه الزمان، الوقت. الوقت يحكمنا، الوقت يداهمنا، يجعل أجسادنا تكبر بغير عمد، وتجعل كل شيء يمضي بشكله المعتاد والمعروف. شك فيه كثير من الأشخاص، هنالك من قال نسبي، هنالك من قال أنه غير موجود. فالزمان عندما ظهر، ظهر بصورة ملغومة، يمكن له أن يلتوي، يمكن له أن يزيد وينقص، يمكن له أن يتوقف عند نقاط معينة. فكوننا هذا المعروف، أو بالأحرى ليضعها بشكل سهل، كوكب الأرض يعتمد على نظام 24 ساعة، أي ما يحدد يوما واحد. لكن خرجنا إلى كون آخر من الأكوان المتعددة وسأتي إليها، ربما يكون لديهم وقتهم الكامل بمقدار 20 دقيقة. ربما تذهب إلى هناك وتقضي 20 دقيقة بوقتك الذي تظنه أنه فعلا 20 دقيقة ويمر بسرعة، لكن عندما تنظر إلى سكان الأرض تجد أن هنالك قد مر ربما 40 سنة. الوقت يختلف، لا يمكنك أن تشعر به إلا إن كنت محكوما بمكان معين فيحكمك زمانه. الزمان والمكان متصلين ببعضهم البعض، وهذا هو البعد الرابع. ولكن مهلا، بينما تنعم هذه الأرض بمخلوقاتها وانقرضت بعضها كالديناصورات، ظهر مخلوق عاقل يبدو أنه مختلف عن المخلوقات الأخرى، يسمى هومو سيبينز، أو العاقل، أو الإنسان العاقل. ضاع هذا الإنسان القديم في الأرض، بل احتار في مكانه، أين هو؟ أين هذا المكان الذي أنا فيه؟ لا إجابة تأتي إليه. الكون منذ بدايته تعهد على نفسه بالصمت الأخرس إلى يومنا هذا، لا أحد يعرف ماذا يفعل هنا. فاكتشف هذا الإنسان القديم ما يسمى بالنار، وتعلم أن يطهو عليها طعامه. وما ميزه عن المخلوقات الأخرى أو الأنواع الأخرى أنه يتميز بشيء يسمى الخيال،
مما يجعله يبتكر أشياء أخرى، وهذا الابتكار فعلا أفاده، فقد اكتشف الزراعة وطور الزراعة. ثم مضت السنون الطوال حتى تمكنوا من التنقل من الثورة الزراعية إلى الثورة الصناعية، وتمكنوا من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم. ولا يزال هذا الإنسان في التطور والارتقاء أكثر وأكثر، حتى أنه وصل إلى فكرة أنه يود أن يجعل هذا الإنسان بدوره بعد التطور التكنولوجي والصناعي والزراعي، أن يجعل هذا الإنسان بدوره عبارة عن تكنولوجيا، أن تتحد الذات البشرية العضوية مع التكنولوجيا الحديثة ليصبحوا شيئا واحدا. إلى أن هذه الفكرة لا تزال على قيد العمل ولا تزال في محور النقاشات ولم يتخذ فيها قرار صائب، إلى أن يوفال نوح هراري في كتابه هوموديوس أو الإنسان الإله يصر على أن هنالك شفرة معينة أو شريحة نضعها في أدمغتنا مما تساعد في علاج الأعضاء التي في الجسد التي تصاب. إلى حد الآن كل هذه الأشياء لا تزال نظرية، ووجهة نظري في هذا الموضوع، نعم سيتمكن العلم من إخراج شرائح أو بعض الأشياء التكنولوجية التي تحكم الدماغ، ولكن لم يتمكنوا أبدا من إحكام العقل أو الذهن، لأن الذهن والعقل منفصلين بشكل جذري عن الميكانيزم التي يتحرك بها الدماغ، أي أنهم متصلين بطريقة أو أخرى، أي أن العقل أرشيف الدماغ فيعطيه من الصور والخيالات والأفكار والتي بدورها تتصل بالدماغ نفسه، فما هو ملموس كالدماغ يمكننا فعلا العبث به تكنولوجيا، أما العقل والذهن فلا أظن يوما أنهم سيتمكنون من لمسه لأنه لا ملموس. ولكن دعونا من كل هذا ولنأخذ قاربنا ولنذهب إلى مكان عرف بالفلسفة وضع صيته هناك، إنها أثينا، ويظهر أمامنا رجل اسمه ديموقريطوس وهو فيلسوف كبير، ويقول إن مكونات الكون هي جسيمات صلبة تسمى أتوموس، وتعني ذلك الذي لا ينقسم أصغر من ذلك، بينما قال أرسطو أن المادة يمكن لها أن تنقسم إلى ما لا نهاية، فلم يكن يعتقد بشيء اسمه أصغر جزء في المادة. ولكن عن ماذا كانوا يتحدث هؤلاء الفلاسفة بالمفهومنا الحديث اليوم؟ إنهم يتحدثوا عن اكتشاف عظيم قد أدركناه واكتشفناه، إنها أتومز أو الذرات، بروتون نيوترون يلتف حولهم الإلكترون، وهذا هو أصل كل شيء، الإنسان الحيوان والجمادات والأحجار، أي بمعنى أن كل الموجودات تتحد في نقطة واحدة وهي السبب فيها، وهي الطاقة أو الذرات، أي أن كل شيء لا ملموس في جوهره ولكنه يظهر كذلك، فكل شيء هو عبارة عن طاقة، عن ذرات. حار الكثير، قد زالت المادة وانتحرت وظهر ما هو أغرب من ذلك، وسأعود لموضوع الطاقة. وما هو أغرب من ذلك؟ أن الكثير من المتأملين في العصور القديمة قد تحدثوا عن شيء اسمه طاقة، وقالوا أن كل شيء في الوجود هو عبارة عن طاقة، كانت عبارة عن تجربة داخلية. هذا صحيح، فالكون فيك وأنت الكون، أنت الكون ينظر إلى كونه الكبير، أي بمعنى أن الكون ينظر إلى نفسه من خلالك وأنت تنظر إلى الكون من خلال نفسك ومن خلاله هو بذاته. ولكن لنخرج من هذه الأجواء ونخرج قليلا من أثينا والاكتشافات الحديثة ونبحر مرة أخرى إلى هذا الإنسان العاقل الحديث، لنكتشف أنه اكتشف كثيرا من الأشياء من ضمنها الطب، فقد تمكن من إدراك كثير من الأشياء في جسم هذا الإنسان، وقد كانت ثورة عظيمة عندما اكتشف الـ DNA أو الحمض النووي وثورة الجينوم.
ما يميز الإنسان العاقل عن بعض الأنواع الأخرى أنه إنسان يحب البحث والمعرفة والاكتشاف في كل مرة، حتى أنه وصل به الأمر إلى أن يخترع حديثا ما يسمى بمركبات يمكن لها أن تصعد به إلى الكون ليكتشف ما هو أبعد من أنفه. صعدت مراكب عالية جدا وانتقلت بحثا عن الحياة، ولمست الأقدام البشرية كوكب القمر ذاك البعيد الذي كانوا ينظرون إليه فقط في الليالي المظلمة. ولكن هنالك صوت طنين في الكون، صوته شيء يشبه الذبابة، إنه مصبار فويجر 1 الذي تم إرساله منذ قبل عشرات السنوات. ماذا يفعل؟ يحمل في طياته عدة أشياء، أولها أصوات بشرية مسجلة بعدة لغات، اللغة العربية والإنجليزية والروسية وكل اللغات الأخرى، والهدف من ذلك هو أن يذهب في أرجاء الكون بحثا عن مخلوقات ذكية مثله لكي يروا البشر إن كانوا بمفردهم أم معهم بعض الكائنات الأخرى الذكية. ويحمل معه أيضا بضعة صور تريهم كيف أنها هي حياتنا على الأرض، فلعلهم يتعرفون على ذلك. والطامة الكبرى أنهم أرسلوا مع تلك المركبة خريطة تريهم أين هو مكاننا في مدارنا الشمسي لكي يأتوا إلينا. الآن لنضع الفرضيات ونحلل هذه النقطة بطريقة فلسفية ومن وجهة نظري الخاصة. أولاً، إرسال مركبة تحتوي على بعض اللغات من لغات البشر، لا أعتقد أن هنالك أي مخلوق ذكي آخر يتمكن من فهم لغتنا، والدليل على ذلك هي أن الفرضية الأولى التي وضعتها تقول أن البشر مع الحيوانات التي بجانبهم والتي تعتمد على نفس مصادر الطبيعة التي حولها لا يمكنهم أن يتواصلوا مع بعضهم البعض، لا يمكن لفظيا أن يتواصل الإنسان مع القطة ومع الكلب ومع الحمام ومع الأبقار والجمال، فهنالك حاجز لغة وهنالك حاجز تواصل لغوي ولفظي للتواصل مع هذه الكائنات وهذه الأنواع مع بعضها البعض في الأرض، أي الإنسان والحيوان، فما بالك كائنات أخرى في كون آخر؟ فهذه الاحتمالية بعيدة كل البعد، ولا أعتقد أننا سنحصل على جواب كافي. والشيء الثاني هو يمكن أن يعتبر طامة نحن في غنى عنها، وهي إرسال خريطة تقول لهم أين نحن متواجدون، وهذا هو مدارنا الشمسي. هل نحن في ثقة مع هذه الكائنات التي لم نكتشفها بعد؟ ما الذي يجعلنا ننطق بها لكي نقول لهم أين نحن متواجدون؟ ماذا لو كانوا وحشيين أو كانوا جدا متقدمين فيأتوا إلى أرضنا ويخدروا حدسنا وينهوا وجودنا؟ والشيء الآخر الذي أراه جدا خطأ علميا ويجب أن تتم مراعاته في الأبحاث العلمية، وهو البحث عن الحياة في الكون من خلال البحث عن الماء. الآن أغلب العلماء بصفة عامة عندما يبحثون عن وجود حياة ذكية في مكان ما في هذا الكون، أول شيء يبحثون عن هو وجود الماء، فالماء دلالة على وجود الحياة. ولكن الماء هو شيء نعتمد عليه نحن البشر في هذه الأرض بما في ذلك الحيوانات الأخرى والأنواع المتواجدة معنا. ما الذي يجعلنا نظن أن الكائنات الأخرى الذكية التي ربما تكون أحيانا ليست حتى في كوننا وإنما في أكوان أخرى تعتمد على عنصر الماء؟ ما الذي جعلنا نظن أنها حقا تعتمد على عنصر الماء؟ وهذا جدا خطأ من الأخطاء، فلا تعلم كيف أن الطاقة تشكل مجسما أو جسيما معينا يعتمد على أشياء أخرى في مكان خارج مكاننا وظروف خارج ظروفنا وزمن خارج زمننا. ولنعود الآن مرة أخرى لكي نقول أين نحن؟ أين نحن كبشر ككائنات عاقلة لها خيال وفكر ويمكن لها أن تبحث عن نفسها؟ أين نحن في هذا الكون؟ وأين متواجد هذا الكون؟ استعد لربط أنفاسك، استعد لسماع شيء ربما سيوقف عقلك، لكن اجعل هذه الأذن صاغية وركز معي كليا، وكل ما أقوله الآن هي وجهة نظري الشخصية، لا تأخذها على محمل الجد ولا تكذبها كذلك، وإنما من خلال مفهومي الشخصي. الآن عندما نرى إلى تواجد البشر في الكون، هذا شيء. الشيء الثاني أن في هذا الجسد ماذا يتواجد؟ يتواجد بداخلنا ميكروبات، وهذه الميكروبات ربما تظن أن أجسادنا هذه هي الكون
ولكنها لا تعي أنها بداخل أجساد، فتظن أنها بداخل كون أو بداخل حياة، كما أن السمكة تعتقد أن البحر وما بطن البحر هو الحياة ولا يوجد شيء خارجه، كما كذلك الميكروبات التي تعيش بداخلنا تظن أن أجسادنا هي كون وهي حياة. ركزوا جيدا، وعندما نعود أكثر عمقا في الأعضاء فنجد أن بداخل الأعضاء تعيش ما تسمى بالذرات، وهذه الذرات عندما ندخل فيها نجد أن بدورها تعيش في عالمها الخاص، أي أن كل شيء يعيش في كل شيء، أي أننا نحن الآن كبشر نعيش في الكون ونظن أن الكون هي نهاية اللعبة. نو. الآن لنعد مرة أخرى من الخلف إلى الأمام إلى أن نصل إلى الإنسان العاقل، أي أن الذرات هي البداية ثم تليها الأعضاء إلى أن نصل إلى الجلد ونصل إلى الشعر ونصل إلى جسم الكيان الكامل، وهذا الكيان يعيش في الكون. والآن الكون وين يعيش؟ أو الوجود وين يعيش؟ ماذا لو قلت لك أن الكون وكل هذا الشكل الكبير هو بدوره يعيش في شيء في شكله أشبه بقطرة ماء، أي أن كوننا ونحن ووجودنا وكل شيء هو عبارة عن حجم قطرة ماء تعيش على ظهر مخلوق آخر أو كيان آخر في مكان ما آخر أكبر منا حجما، وهذا الكيان بدوره تعيش به أشياء أخرى، والكيان نفسه يعيش في كيان آخر، والحالة تلك والوجودية والملموسات تلك تعيش في شيء آخر، أي أن كل شيء يعيش في شيء. أعلم أن it's mind blowing. I know this. كل شيء يعيش في شيء، ونظن أننا حقا منفصلين عن الشيء. وهذا كان بشكل مختصر جدا وبسيط وواضح للجميع عن الكون، ولكن كيف سينتهي هذا الكون وكيف سيختفي؟ الآن تذكرتم عندما قلت لكم تذكروا موضوع الطاقة المظلمة. الطاقة المظلمة كما قلنا أنها في بداية الكون ظهرت في توسيع هذا الكون وتستمر في التوسيع إلى ما لا نهاية. أرى أن هذه النهاية ستصل ربما هنالك الاحتمالية وليس المطلقة، أن هذه الطاقة المظلمة ربما تعود مرة أخرى لكي ينكمش الكون، فتصطدم المجرات في بعضها والكواكب في بعضها لكي تتلاطم وينتهي الوجود كليا ويعود إلى مرحلة الصفر، أي قبل الانفجار، أي لم يكن شيء. وربما تحضر بيج بانج أخرى وتعود الحياة مرة أخرى. ونصبح في هذه المتاهة وهذه الأشياء المتكررة علينا. والاحتمال الآخر المحتمل هو أنها ربما تنتهي الأرض قبل الكواكب الأخرى، وأرى في ذلك هذا السبب هي أن البشر ربما تعبت كثيرا في الموجودات وتتسبب في دمار بعضها البعض كالحروب وهذه الأجواء التي تحدث، فربما نفجر الأرض قبل موعدها فينتهي الوجود البشري والحيواني والوجودي في هذه الأرض فلا تعود أرضا، وربما لا نشهد حتى نهاية هذا الكون بحد ذاته، وهذه احتمال من الاحتمالات، فلا نعلم ماذا يمكن أن تفعله البشر في هذه الأرض الجميلة. فعالمنا كبير يحتمل الاحتمالات، ولغزه هذا يزيده جمالا خلف جمال، فنبحث في المعرفة، نحاول أن نكتشف ذواتنا بحثا عن ما هو خارجنا، والإجابة التي بداخلنا أعظم بكثير من الإجابة التي نراها بخارجنا.